مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. البداية باللاعب المرشح الأول لنيل جائزة أفضل هداف الدوري مراد باتنا. في تصريح لشوف سبور قال إن المقابلة أمام نادي الوداد البيضاوي برسم مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية ستكون قوية لكلا الفريقين، خاصة أنها ستجرى خارج ملعبهما، مؤكدا أن هذه المباراة ليست مفتاح البطولة في ظل تبقي 3 مباريات أخرى. وأكد باتنا في تصريح خاص به شوف سبور أنه توصل بالعديد من العروض من فرق أجنبية خاصة في البطولة الفرنسية، إلا أن تركيزه حاليا منحصر على مساعدة الفريق للتتويج باللقب الدوري، إضافة إلى منافسات الاتحاد الإفريقي. إليكم تصريح اللاعب. المقابلة غتكون مقابلة يعني قوية بين فريقين اللي كيلعبوا على البطولة. بالنسبة لي يعني مقابلة إن شاء الله بالنسبة لينا كفريق التحرير الرياضي غتكون مقابلة صعيبة. كنتمنى إن شاء الله نعرفوا كيفاش أننا نتعاملوا مع خصوصا وغنلعبوا خارج الميدان. كنتمنى اللي كان في المستوى هو اللي غيفوز، وهذه المقابلة ماشي اللي غتحكم البطولة. يعني باقي مقابلات يعني 3 مقابلات لكلا الفريقين، واللي غلط في 3 المقابلات كنظن انه هو اللي ما غيتوش في البطوله. يعني كاين هناك عروض، لكن لحد الان مازال ما يعني ما درست حتى شي عرض، لان عندي البطوله وعندي الاتحاد الافريقي مع فريق التحرير الرياضي. التركيز ديالي يعني كامل مع الفريق ديالي لحد الان، يعني شهر كامل مع الفريق ديالي، ومن بعد غندرس العروض ديالي مع الفريق ديالي، والويجه ديالي ان شاء الله اللي غتكون فيها المصلحه ديال المرابط ان شاء الله واللي هي اللي غتكون ان شاء الله. تستعد شركه التنميه المحليه بالدار البيضاء للتنشيط وبتنسيق مع مجلس المدينه اعداد تقرير خاص بكل الملاعب الرياضيه الموجوده بالعاصمه الاقتصاديه في افق اعاده تأهيلها. وأفاد مصدر شولي شوف سبور أن شركة التنمية المحلية للبيضاء والتي تشرف على المركب الرياضي محمد الخامس حددت الملاعب الرياضية بالعاصمة الاقتصادية في 21 ملعبا، وأن جميعها ستخضع لعملية إعادة تأهيل الأرضية وباقي المرافق الحيوية. أجرى صباح اليوم الجمعة نادي اتحاد الفتح الرباطي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المتصدر الوداد الرياضي برسم مؤجل الجولة 24، واكتفى أبناء المدرب وليد الركراكي بإجراء حصة تدريبية مرتكزة على الجانب البدني فقط، إضافة إلى بعض التمارين التكتيكية. كما قدم المدرب مجموعة من النصائح والتعليمات للاعبي الفريق قبل نهاية الحصة التدريبية. وللإشارة فإن النادي سيرحل زوال اليوم الجمعة إلى مدينة آسفي لإجراء اللقاء الحارق يوم غد السبت في تمام الساعة 4 بعد الزوال بملعب المسيرة. أعلن زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم رحيله عن الدوري الفرنسي الليغ 1. وقال عميد منتخب السويد اليوم الجمعة إنه سيخوض آخر مباراة مع الفريق الفرنسي بطل الدوري لكرة القدم غداً السبت، وإنه سيترك نادي العاصمة الفرنسية الذي أمضى معه 4 سنوات لعب خلالها دوراً محورياً في تحويله إلى قوة لا يستهان بها على المستوى الأوروبي. مشاهدينا، بهذا الخبر الدولي وصلنا لنهاية الموجز. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.